بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب. محاضرة النهاردة من المحاضرات المهمة اللي ليها أبليكيشنز ونشوفها كتير جدا، وفي الآخر هناخد رسمتين كتطبيق على الكلام بتاع البيرنج اللي هو الاسم بتاعه الشائع، كراسي التحميل. أي شافت بيدور بيكون مثبت على 2 بيرنج. يعني على سبيل المثال الرسمة اللي احنا اخدناها قبل كده في الكي والبن، واحنا كنا بنقول لو في جيرز هنا مثلا، كنا بنثبت الجير ده في الشافت ب بن، وهنا الجير التاني ده كي، اسف ده بولي، ودي جير، ده جير تاني او سبروكت يعني. فايا كان في دي اجسام بتدور، واللي بيدورها الشافت، والشافت ده واخد الباور ده بتاعته من موتور. هل كل السيستم اللي قدامنا ده وهو بيروتيت كده، طبعا الشافت بيدور واخد الباور بتاعته من الموتور، وكل الحاجات دي مثبته عليه، سواء كانت البولي، سواء كان الجير، سواء كان السبروكت، كل الحاجات دي بيدور ودورها ايه الشافت اللي هو واخد الباور بتاعته من الموتور. هل كلهم بيكونوا طايرين كده في الهواء؟ لا، بيكونوا متصلين بحاجه ثابته، فريم ثابت هو اللي شايل الاوزان بتاعت كل الحاجات دي. الفريم ده اللي هو هنا بيكون الفاصل او اللي بيوصل ما بين الشافت ده والفريم اللي هو الجسم الثابت اللي بيشيل كل الاوزان دي، حاجه بنسميها بيرنج، حتى الاسم بتاعها كده في السوق اسمها كراسي التحميل. كراسي التحميل، كراسي التحميل دي وظيفتها بكل اختصار ان هي رقم واحد بتقلل الفريكشن ما بين الروتيتنج بارت او الموفينج بارت اللي هو الشافت والفريم اللي هو الفيكسد، ده رقم واحد. رقم اتنين بتسمح بالحركه النسبيه ما بين جسمين، يعني جسم بيتحرك اللي هو الشافت وجسم ثابت اللي هو الفريم اللي ما بينهم ده هو البيرنج، يبقى انا بنقل الحركه او بتنقل من جسم متحرك لجسم ثابت. وفي بعض الحاجات بيبقى جسم متحرك مع جسم متحرك، ولكن السرعتين مختلفتين. ففي الحاله دي اللي بيقدر يعمل الوظيفه دي هو البيرنج. والامثله كتير جدا، زي مثلا عجل العربيه. عجل العربيه بتاعنا هو بيتحرك على الارض، تمام، العجل العربيه ده بيبقى فيه اكسل او اكسس جوه العربيه نفسها. لو اي حد شاف الميكانيكي او بتاع العجل يعني بيبدل الكاوتش بتاعه، تمام. العربيه دي بيبقى العجل نفسه بتاع العربيه بيبقى فيه حاجه اسمها رمان بيلي، لو اي حد شافه. فرمان بيلي ده بيعمل نفس الوظيفه، هو بيقلل فريكشن، بينقل الحركه، او انا بتنقل ما بين جسمين، يا اما جسمين بيتحركوا في سرعه نسبيه ما بينهم، او جسم متحرك وجسم اخر ثابت. يعني هنبقى نوضح النظريه بتاعت البيرنج بتتم ازاي. خلينا ننقل كده على السلايدز اللي بعدها. لو احنا كده بصينا، ده اشهر انواع احنا هنقسم البيرنج بتاعتنا البيرنجز تايبس اللي نوعين اساسيين. النوع الاول بنسميه رولينج بيرنج، والنوع الثاني بنسميه سلايدنج بيرنج او جورنال بيرنج. يعني سلايدنج بيرنج، رولينج بيرنج ده بيكون يعني الكومبوننتس الاساسيه ده رومان بيرلي اللي احنا مشهور جدا، معظم التطبيقات بتكون عليه، 90% من التطبيقات او الابلكيشنز الميكانيكيه بتاعتنا بتستخدم البول بيرنج. الكومبوننتس بتاعته عشان هو بسيط يعني، يبقى فيه اوتر رينج، تمام. الاوتر رينج دي غالبا بتكون ثابته، هي بتكون ثابته يعني، ده الجسم او متصله بالفريم او الجسم الثابت. وفي جوه انر رينج، حلقه ثانيه جوه، تمام، دي بتبقى متصله بالشافت بتاعنا اللي هو بيروتيت، وما بينهم اللي بينقل بقى الحركه بتاعي او الفاصل ما بين هو بيقدر بقى يتعامل مع الحركه النسبيه ما بين جسم متحرك وجسم ثابت ويقلل الفريكشن، هو البولز نفسها اللي جوه، تمام، بتبقى موزعه بانتظام على محيط 360 درجه بتاعتي، زي ما احنا كده ايه باين في الرسم. طبعا عشان يكون موزع كده بانتظام على 360 درجه بيكون محطوطين داخل حاجه زي كده، حاجه بترتبهم ترتيب منتظم عشان ما يتجمعوش مثلا في مكان واحد، عشان ما يتحركوش من مكانهم، حاجه اسمها كيج اللي هي دي، تمام، اللي هي شبه الايه السلسله دي، بحيث نرص جواها البولز بتاعتنا اللي قدامنا، تمام.
فده البول بيرنج، تمام، يعني عشان هو سيمبل وبتاع، فمعظم التطبيقات بتبقى شغال عليه. لو احنا كده شفنا الكومبوننتس بشكل تاني، ده الاوتر رينج، لان الرينج البولز فيه جروفز طبعا في الاوتر رينج والانر رينج عشان الكور دي تبات فيه، تمام. تقدر تشيل اللودز ما تتحركش، بتتوزع بانتظام، والكيدج دي بتاعتنا بتقفل عليها عشان ما تتحركش وتخرج من مكانها. فده البول بيرنج، ونفس يعني معظم انواع او الرولنج بيرنج كلها انواعها بتبقى نفس الكلام، في اوتر رينج انر رينج وفي كيج، لكن الشكل بقى اللي بيختلف في الرولنج بيرنج تايبس كلها، البولز دي ممكن نشيلها ونحط حاجه سلندريكال او شكل تاني من الاشكال بتاعت البولز، نيدل بيرنج، او يعني هنشوف اشكال مختلفه. يعني شكل الكور دي نفسها بيختلف طبعا، لان الكور دي عندنا التلامس هي بتقلل الفريكشن، تسمح بالحركه النسبيه، لكن التلامس بتاعها مع الاسطح بيكون صغير جدا، وبالتالي لما نيجي نحمل عليها بلود ما بتشيلش احمال كبيره، فبالتالي بنروح نجيب مثلا شكل اسطواني بدل البول او اللي هو شكل الكوره ده، لان التلامس في الشكل الاسطواني بيكون اكبر، وبالتالي بيسمح لنا ان احنا نشيل لودز اكبر. طبعا لو احنا كده بصينا على الفيديو ده بسرعه عشان يوضح لنا اكتر الانواع المختلفه بتاعت البيرنج، تمام. فهنا يعني بيقول لنا يعني الانواع او الفانكشن بتاعت البيرنج، تمام، ان انا بشيل لودز، وان انا بسبورت او اشيل الشافت بكل الميكانيكال سيستمز اللي عليه، سواء جير، سواء سبروكيت، سواء بولي، بيقلل الفريكشن ما بين الموفينج بارتس. طبعا لما بختار نوع البيرنج بيبقى في الاساس، يعني انا في انواع، مئات الانواع من البيرنج المختلفه بختارها على حسب اللود، تمام، اللي انا هشيله. هنوضح اللود دلوقتي، عندنا اكسيال لود وراديال لود، على حسب نوع اللود اللي عندنا، وعلى حسب الموشن ريكويرمنتس مطلوبة، هل السرعة عالية ولا صغيرة؟ هل اللود عالي ولا صغير؟ هل أنا أشيل لود في أنهي اتجاهات؟ تمام؟ إحنا عندنا يعني إحنا قلنا ده، شرحنا الأجزاء دي دلوقتي، اللي في النص، الهول، الفتحة اللي في النص دي اللي بتبقى متصلة بالإنر رينج دي بنحط فيها الشافت لو بيتحرك حركة دورانية. طبعًا في أنواع معينة من البيرنج يمكن إحنا مش هنتعرض ليها، ولكن بتستخدم في حالة الحركة الخطية يعني في البيرنج، تمام. الرولينج المنت بيرنج اهوت، احنا قلنا دلوقتي البولز، ان احنا بنفصل ما بين الاوتر رينج والانر رينج ببول كور. في حاجه تانية ممكن تبقى يعني سلندريكال زي ده، وده مستو عن السطح اللي فوق، ان التلامس بين السيرفيس يعني ما بين الرولر ده نفسه والاوتر رينج والانر رينج بيكون بدل ما هو على نقطه او مساحه تلامس صغيره جدا بتبقى مساحه تلامس كبيرة. ممكن نحط سفيريكال يعني رولر بالشكل دوت، هو البول شبه السفير، ولكن ده اللي احنا بنقول عليه سفيريكال، يعني ده اللي نقصد بيه سفيريكال يعني، تمام. في سفيريكال بس ايه، مش سيمتريك، في سفيريكال وسيمتريك، في نيدل حاجة شبه الإبرة، في حاجة شبه السفيريكال بس واخد سلوب في ميل، فبنقول عليه تيبر رولر. كل واحد من دول بيستخدم طبعا، كل ما مساحة التلامس دي بتزيد بيقدر يشيل يعني ده مثلا يشيل احمال اكبر من ده، وهنوضح ليه دلوقتي بالتفصيل يعني. فدي كده انواع او كل الانواع بتاعه الرولينج اليمنتس بيرنج. طبعا احنا دي الاشكال اللي عندنا كلها، يعني دي التقسيمه، مثلا احنا الراديال لود والثراست لود، او بنسميه اكسيال لود بس عشان التقسيمه دي، اهو اللوز تكون، بص ده الشافت، ده الاكسس اللي عندنا، تمام. لو الفورس كده راسيه يعني، يعني احنا لو نقول الاكسس بتاعنا كده افق والفورس راسيه عليه، تمام، في الاتجاه ده، دي بنقول على اف راديال. اف راديال ليه؟ لان هي بتكون في اتجاه الريديس، يعني انا لو جيت كده من السايد فيو بصيت هنرسم دايره زي كده، فهلاقي الفورس ده رايح ناحيه السنتر، رايح كده في المركز، فبنقول على دي اف راديال، تمام. فاي واحد، اي نوع من انواع البيرنج بيشيل راديال خلاص بنقول ان هو ده ممكن يشيل راديال لود، وده بيكون بسبب الفورس الثانيه بقى اللي في اتجاه الاكسس كده افقيه،
اتجاه ده، اتجاه المحور، اتجاه الشافت اللي بيدور، بنقول عليه ثراست، تمام، او اكسيال لود. اكسيال ايه؟ لود. فاحنا لما نيجي نقسم التقسيمه دي نقول راديال بيرنج، البول بيرنج، الرولر بيرنج، تمام، دي الحاجات بتشيل، راديال، ثراست بيرنج، البول بيرنج بشيل، بس احنا هنوضح بقى امتى بيشيل، وبشيل كبير ولا صغير، والرولنج بيرنج. يبقى انا دلوقتي في البول بيرنج ممكن يشيل راديال وممكن يشيل ثراست او اكسيال لود، بس هنوضح الفرق ما بينهم. في نوع بقى تاني الجورنال او سلايدنج بيرنج، تمام، دي التقسيمه بتاعت البيرنج كلها يعني. هنوضحها اكتر يعني. ده مثلا الراديال لود اهو، تاني ده الاكسيال لود اهو، ده الشافت، ده الايه، الراديال لود بتاع تاني اهو. عشان لو احنا دي دايره مثلا، ده البيرنج بتاعنا راديا دايره، افتكر الراديوس ده بنقول عليه راديال لود، انما في اتجاه الاكسس كده بنقول عليه اكسيال لود. ساعات اللود ده بيبقى مايل، يبقى جاي لي مايل، فبنحلله اكس وواي، فبيبقى اكسيال، ده الكومباوند لود يعني، بيبقى فيه لود في اتجاه اكس واتجاه واي، او اتجاه الراديال واتجاه الاكسيال لود. تمام. لو احنا خدنا البول بيرنج اول نوع مثلا، احنا ده الشكل اللي كنا بنقول عليه من شويه، 90% من التطبيقات اللي موجوده في السوق عشان هو متوفر بكثره جدا وسهل جدا في التعامل معاه، ولكن عيبه ان هو ما بيشيلش احمال كبيره يعني. فده بالنسبه للبول بيرنج، ده الشكل بتاعه يعني، بولز في النص، في انر رينج واوتر رينج. في من في يعني في في الانواع، هندخل في التفصيل بتاع الحاجات دي دلوقتي. في سنجل رو وفي دبل رو، تمام. طبعا الدبل رو بيبقى حجمه اكبر، بيشيل لودز اكتر. تمام. في الديب جروف بول بيرنج، تمام، بيعمل جروف كده في الانر رينج والاوتر رينج، ده الاكثر انتشارا، هو ده اللي موجود بقى في السوق يعني اكثر. بشيل راديال لود بسيط، وبشيل بيشيل قصدي اكسيال لود بسيط، بشيل راديال لود اكبر، انما ده بيشيل راديال واكسيال، ده بيشيل بس بيشيل اكسيال في اتجاه واحد، انما ده بيشيل اكسيال في الاتجاهين. النوع الرابع ده الانجل كونتاكت، يبقى ببقى عامل زي كتف من هنا، تمام، سيلف الاين، تمام. ده لو انا عندي الشافت نفسه مش اكس اكس يعني، بيميل ميل بسيط لفوق او لتحت، الالاين بتاعه مش مظبوط، ففي الحاله دي بستخدم السيلف الاين. ونركز كده في الحركه، ليه بنسميه سيلف الاين؟ لان هو بيظبط البيرنج نفسه، بيظبط نفسه مع الحركه بتاعت الشافت، تمام، فوق وتحت، تمام، فبيظبط الحركه بتاعته. الثراست بيرنج ده بقى ده نوع من الانواع، بيشيل اكسيال بس، ده يعني بيستخدم بس في الاكسيال بيرنج. طبعا احنا الكلام ده بنمشي عليه كده وبنبص عليه بسرعه بانيميشنز بسيطه، هنيجي نبص عليه بالتفصيل ونشوف الرسومات بتاعته دلوقتي بعد ما نبص على الفيديو ده بصه كده سريعه. رولينج بيرنج، طب احنا لو شلنا السفير دي اللي احنا كنا بنبص عليها من شويه، حطينا بقى اي شكل تاني من الاشكال بتاعتنا، سواء كانت رولر يعني حاجه كده، او سفيريكال او سندريكال، فده بيبقى اسمه رولر بيرنج. يعني هو الانر رينج والاوتر رينج، تمام، ودي ده التيبر برضو بيرنج بتاعنا. رولر عادي بس، رولر بس فيه تيبر مايل، ده سفيريكال، ده الاشكال بتاعتهم. ده هناخده في الاخر خالص. الجورنال بيرنج ده يعني طبعا هنا بيفصل ما بين الانر والاوتر او الموفينج والكونستنت بزيت، تمام، ما فيش بولز، فبيبقى اسهل طبعا، لكن انا بحتاج ساعات بحتاج دورة تزييت. يعني ممكن يعني ده بيستخدم اكتر في السرعات العاليه والمتوسطه، لكن لو سرعه قليله ما ينفعش خالص، لان السرعات العاليه دي بينتج عنها ضغط، فالضغط ده بيشيل الشافت بتاعنا.
يعني ده بيحتاج عناية أكتر، لأن أنا عندي طبقات زيت بدل البول واللي عندي. حط طبقة زيت، تمام؟ فطبقة الزيت دي ممكن تشيل أتربة أو كده، فلازم نركز معاها قوي، نعمل لها فلتريشن. ولازم الزيت ده أخد بالي منه كويس، لأنه لو بيتبدل بعد فترة مع الحرارة وكده، لأن لو الزيت ده مش مظبوط هيبقى فيه فريكشن عالي جدا، وبالتالي فيه باور لوس عالية. ونختار بقى بعناية عشان يكون مناسب للود والسايز اللي عندنا. ده اللي هو الجورنال بيرنج، تمام؟ وده طبعا مش بيشيل اكسيال بولت الا لو اتثبت بطريقة معينة صعبة يعني. يعني السبيشال بيرنج مش بناخده يعني، في حاجة تانية كده يعني. يعني كنت بس ايه، بنبص بصة كده على الحاجات دي بسرعة، تمام؟ نيجي بقى في الانواع بتاعت الرولينج بيرنج تاني. اول نوع، خلينا بقى ناخد الانواع واحدة واحدة، وامتى ده استخدمه وامتى ما استخدمهوش، لان في تقسيمة ديبند على النوع بتاع البيرنج، ممكن اقول لكم عليها، وازاي بنعمل سيلكشن للبيرنج. وبنعمل سيلكشن ديبند على اللود، يعني اللود بتاعي راديال ولا اكسيال ولا كومبايند لود، وبشيل اللود ده راديال كبير ولا صغير. يعني هتلاقي في علامات تحت التيبل هنا، لو انا اللود عالي جدا، اللود اقل منه شويه، اللود ضعيف، اللود قليل جدا، تمام؟ او مش بيشيل لود في الاتجاه ده. فعلى حسب يعني، انا مثلا هنا مثلا، يعني انا بنزل بشوف مثلا ديب بروف بول بيرنج، تمام؟ هو بشيل المفروض راديال لود بس مش عالي قوي، بس بشيل اكسيال لود في اتجاهين، تمام؟ بس مش كبير يعني، تمام؟ كل ما بتحرك كده مثلا الراديال لود بتاعي بيزيد، تمام؟ فببص كده يعني، ببص على حسب انا عايز ايه، راديال لود واكسيال لود، اخد الراديال لود واتحرك كده في الاتجاه دوت، والاكسيال لود واشوف انا عايز راديال كبير ولا اكسيال كبير ولا كومبايند لود كبير، واختار نوع البيرنج. طبعا احنا هنتكلم على الانواع دي دلوقتي، تمام؟ سواء من التيبل ده او ده، الاثنين نفس الايه الكلام. يعني عندنا غير اللودز كمان في حاجات لها علاقه بالسبيد، الشافت بتاع السرعات عامله ازاي، الاكيورسي بتاعتي عامله ازاي، في نايس عندي ولا لا. فدي طريقه بختار بيها، بعمل سيلكشن لنوع البيرنج. يمكن احنا بالاضافه لكده عندنا حاجه، النوع ده غالي ولا مش غالي، متوفر في السوق عندنا ولا لا. عشان كده مثلا رومان البالي المستخدم في العربيات عندنا، اسال اي حد هتلاقيه هو بيستخدم النوع ده، اللي هو الديب بروف بول بيرنج، لانه سامبل بسيط، سهل في التركيب، متوفر بكثره، سعره قليل ريلاتيف لباقي الانواع يعني. فبالتالي هو ده الاشهر. ده عباره عن ايه تاني؟ اوتر رينج دي بتبقى متصله بالفريم، وانر رينج ده متصل بالجسم اللي بيدور عندي، بالاكسس او الاكسي اللي عندي، وما بينهم بولز. البولز دي موزعه بانتظام بواسطه الكيج اللي عندي. لما نيجي نرسم الرسم بتاعنا، تمام؟ احنا خدنا سيكشن مثلا اليفيشن، تمام؟ ده الاكس بتاع الشافت، ده كده اللي هو المكان اللي بيركب فيه الشافت اللي جوه. هتلاقي ان عندنا في التشير الاثنين، القطعه دي والقطعه دي واخدين نفس الهاتش مايل ناحيه الشمال، انما القطعه دي والقطعه دي واخدين نفس الهاتش مايل ناحيه اليمين. ليه؟ لان اللي بره دي، الدايره اللي بره دي كلها جسم واحد، والدايره اللي جوه دي كلها جسم واحد، ودي البولز. طيب لو ركزنا اكتر، البول دي لو انا في لود جاي لي كده في الراديال، حب يتحرك كده، طبعا ده بيكون مثبت، يعني الشافت ده بيبقى فيه شولدر كده من بره، تمام؟ مثبته عشان ده ما يتحركش. فانا لو جيت ازق كده ومن هنا مثلا، جيت ازق كده في الاتجاه ده، مش هيتحرك. لكن لو الفورس كبيره جدا، عشان المسافه دي عندي مش، يعني الفتحه دي مش كبيره قوي، تمام؟ او يعني انا البول ليها هو جروف عشان البولز تدخل فيها، بس الجروف ده مش كبير قوي، صغير، فممكن مع الفرصه الكبيره ممكن يتحرك من مكانها شويه. فعشان كده هو بيشيل اكسي راديال في الاتجاه ده، تمام؟ والراديال بتاعه فورس بتاعته صغيره. عشان كده بدا التفكير في نوع تاني، سنجل رو انجلر كونتاكت بول بيرنج، تمام؟
دي الجروف ده يعني عشان الجروف اللي احنا بنعمله هنا الكور بتبات فيه، انما ده بقى سنجل رو عشان انا عندي صف واحد من الكور. لو انا جيت خدت الاكسس بتاع الكره اللي فوق الاكسس بتاع الكره اللي تحت هيتلاقوا هنا في نقطه على الاكس، تمام؟ هتلاقي ده مايل وده مايل. لو جيت تزق كده بفورس يعني ده بيشيل مستو عن ده، بيشيل راديال فورس اكبر. ليه؟ لان انا جيت الكره دي اهيت، لو انا جيت بصيت الكره دي وبزقها هتلاقي في يعني مسافه كبيره قدام الكره، تيجي تتحرك كده مش هينفع، جيت تزق دي كده مش هينفع، لان في حاجه زي كتف اهو كبير بيثبته. طبعا لانه من جوه يعني بيبقى الشافت ده فيه زي شولدر كده من بره، فلما تيجي تزق الحته دي معايا مش هيتحرك قدام، يعني انا بيبقى في حاجه تثبيت مثبته الانر سيرفس، انما الاوتر سيرفس لا. فبالتالي لما نيجي نزق كده هتزق السيرفس ده هتزق الكور، فتيجي تتحرك كده مش هتتحرك. لكن لو زقيت العكس ممكن يتحرك معانا، لان ده الاوتر سيرفس اللي هو ده مش متثبت من فوق، لو في فرصه كبيره بتزق هيتحرك، عشان كده ده بيشيل في اتجاه واحد. انما بقى عشان كده بدانا نفكر في حاجه اسمها دبل رو انجل كونتاكت بول بيرنج، لان ده ما فيهوش النقطه دي. هتلاقي فيه يعني جه يتحرك كده مش هينفع، جه يتحرك كده مش هينفع، عندي في الاتجاهين، فبالتالي ده بيشيل راديال في الاتجاهين، وكمان بيشيل قصدي بيشيل اكسيال في الاتجاه، بيشيل راديال كبير، لان انا عندي اتنين صفين من الكور، وبيشيل اكسيال في الاتجاهين غير النوع الاول. سيلف الاين البول بيرنج ده احنا قلنا زي ما شفنا من شويه في الانيميشن، لو الشافت بتاعي ده المحور بتاع الشافت مش ثابت بيتحرك لفوق او لتحت، فتلاقي البولز دي كلها بتتحرك معايا لفوق او لتحت، فبيبقى مرن معايا في الحاله دي، فبيستخدم في هذه التطبيقات. النوع اللي بعد كده السلندر او السلندريكال رولر بيرنج، ده احنا بنقول هنا الانواع اللي فاتت التلامس بتاع البولز مع السيرفس بيبقى صغير، وبالتالي الاكسيال لود اللي بيشيله بيبقى صغير، فبالتالي بدانا نفكر في نوع تاني ممكن يبقى التلامس اكبر اللي هو ده، فده بيشيل اكسيال لود اعلى من الانواع اللي فاتت كلها، تمام؟ لكن برضو الراديال بتاعه ضعيف، فبدانا نفكر في واحد تاني برضو اللي هو التيبر، تمام. لكن التيبر ده خلاص ممكن يشيل في الاتجاهين اكسيال راديال كبير وفي نفس الوقت ايه اكسيال لانه مايل، بس الاكسيال هنا في اتجاه واحد نفس الكلام هو، حتى التركيب بتاعه بيبقى ازاي. لو جينا هنا ده واحد، تمام، فده في واحد هنا تيبر وواحد هنا تيبر، بحيث ان ده بيشيل اكسل في اتجاه وده بيشيل اكسل في اتجاه تاني، بحيث يعني يبقوا الاثنين مع بعض. الاثنين فكره الاثنين بيرنج ده وده مش لازم يبقوا نفس السايز متماثلين، لان انا في ساعات يعني هتاخده في سترينث بعد كده ازاي نجيب بقى الرياكشن بتاع ده والرياكشن بتاع ده، فعلى حسب الرياكشن او الفورس اللي هتظهر عند كل بيرنج او نوع من انواع البيرنج اللي في اليمين والشمال فاختار نوع البيرنج، تمام؟ فلو الفورسز اللي هنا اكبر من هنا فيبقى حجم البيرنج اللي هنا اكبر من هنا وهكذا، تمام؟ فانا عامل اتنين تيبر بحيث ان انا لو عندي اتنين اكسيال كل واحد فيهم بيشيل في اتجاه واحد بس يعني. البارل رولينج بيرنج ده خلاص برضه ده يعني بيحل او بيعمل فانكشن بتاع ان هو يشيل اكسيال في الاتجاهين، يبقى ده بيشيل راديال فورس كبيره وبيشيل اكسيال فورس في الاتجاهين اللي عندنا. سفيريكال برضو نفس الكلام، بس كمان لو الاكسس بتاعنا بيهتز وكده بيتحرك معاه، فده يعني احنا خدنا كده ايه البولز بكل انواعه، يعني البولز اللي بيشيل اكسيال وراديال خفيف قوي، بعدين خدنا واحد بيشيل راديال واكسيال كبير لكن اكسيال في اتجاه واحد، بعدين راديال واكسيال في اتجاهين. بس قلنا ان في الانواع اللي فاتت اللي هو لحد هنا دي كلها رجع عليهم تاني، ده بيشيل راديال بس اكسيال خفيف، ده بيشيل راديال بس اكسيال كبير ولكن في اتجاه واحد، ده بيشيل راديال ولكن اكسيال في اتجاهين وراديال كبير عشان فيه بولز وبولز، ده بيسمح بالحركة بتاعت الشافت. ده أنا بقى عايزين نشيل راديال فورس كبيرة أكتر، فبدأنا نشيل البولز دي ونحط مكانها حاجة أسطوانية مساحة التلامس تبقى أكبر، فبدأنا نفكر في ده. هناخد برضو نفس الترتيبة، يعني إيه هنا أشيل أكسيال بس مش هيبقى كبير قوي، هنا أكسيال بس أكبر بس في اتجاه واحد،
ما يبقى اكسيال بس في اتجاهين، ده بيسمح في الحركه بتاعت الاكس. طيب النوع بعد كده ثراست بيرنج، ده بيسمح يعني بيشيل اكسيال لود بس، اكسيال لود بس. طيب هو عباره عن ايه؟ نفس الديب جروف بول بيرنج العادي جدا، لكن طريقه تركيبه اختلفت. تمام ازاي؟ ده اتجاه الاكس، ده المحور او الشافت بتاعنا في الاتجاه ده. فهتلاحظ، تعال نبص في الاوتر والانر رينج بس عاملين ازاي. طبعا ده ثابت، يعني ده متصل بجسم ثابت الحته دي، وده ثابت، ده ملحوم في جسم الثابت اللي هو الفريم، وده متصل بالشافت اللي هو بيدور. طبعا ده بيبقى شولدر كده في الجنب بتاع الشافت، انما ده الشافت نفسه، يعني الجزء ده كده 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 اللي جوه ده كله شافت. تمام، ده كده، وده الجزء ده متماثل يعني البيرنج، والحته دي كده فريم بره بره خالص الجسم. طيب فانا لو قلنا دي الانر رينج بتاعت البيرنج، يعني دي هتبقى بتروتيت مع الشافت بنفس السرعه بتاعته، وده كده متصل بالفريم او الجسم الثابت، ودي البولز اللي بتدور معاه. فانت لو جيت بقى اللود كده اهو بزوق في الاتجاه ده، فهنلاقي عندنا ان البيرنج يقدر يشيل اكسل. تمام، لكن لو جيت تحط ده فوق الاتجاه ده تمام، فهتلاقي ده بيتفك كله. وبرضه لو جيت تزق في الاتجاه ده، يعني هو بيشيل لو اللود بتاعي في الاتجاه ده، لانه هيحرك الشافت، هيضغط على الانر رينج دي، هيضغط على السفير او البولز دي، هيضغط على ده، فيلاقي هنا في جسم ثابت قدامه، فخلاص ما يتفكش، يقدر يشيل اللود ده، انما ما ينفعش يأثر بفورس كده. طب الشكل بتاعه عامل ازاي؟ اهوت يعني، بس احنا بنركبه كده بنفس الصوره دي. خلاص ده اللي بيبقى خلاص متصل بالشافت، ده متصل بالجسم الثابت، ده الفريم، الكورز اللي عندنا اهوت متوزعه، ولكن بدل ما كنا بنركبه كده بقينا بنركبه لفوق اتجاه ده اتجاه اللود يعني. طبعا في الثراست بيرنج تمام، هنقول نفس اللي كنا بنقوله قبل كده، يعني ده بقى ده بيشيل اكسيال لود بس تمام في اتجاه واحد، فاحنا عشان نشيل في اتجاهين بدانا نحط دبل رو، الدبل رو بس هنزود صف ازيد. تمام، عندنا ده الشكل بتاعه ثراست بيرنج، ده الثراست بيرنج عادي خلاص، وده الانجلر بتاعه اهوت عشان نشيل اتجاهين يعني. برضه في بقى نفس الايه الانواع عشان نشيل لود اكبر، فبدانا نحط سلندر بدل سفير يعني، والتيبر اهوت ده نوع تاني من انواع التيبر رولينج بيرنج. لما نيجي نقارن ما بين بقى البول بيرنج و عشان بس هم متماثلين او شبه بعض قوي يعني، عشان يعني نقارن ما بينهم كده بسرعه، ده الشكل بتاع الثراست بيرنج، وده شكل البول بيرنج اللي خدناه في الاول. فده بيشيل راديال كبير واكسيال بسيط قوي، انما ده بيشيل اكسيال راديال بسيط قوي، لكن هو الاساس بتاعه بتاع اكسيال يعني. فاللود الفورس بتاعتي بتبقى في الاتجاه دوت الاساسيه اللي عندي، ودي الفورس بتبقى في الاتجاه دوت الاساسيه اللي عندي يعني. هنا الفورس في اتجاه الاكسس الاساسيه، وهنا الفورس عموديه على الاكسس يعني. وده الشكل بتاعه متماثل لكن التركيب، يعني انا اكني مسكت ده كده ولفيته، يعني مش لفيته يعني، عملت لفيته كده 90 درجه يعني. او طريقه تركيب يعني، خدنا الانر رينج، مسكنا الانر رينج دي ركبناها كده يعني، مسكنا الانر رينج لفناها 90 درجه، والاوتر رينج لفناها 90 درجه، والبولز مش تفرق بقى في اتجاه، لان دي شبه السفير كده. تمام، فده كده البول بيرنج، وده الايه الثراست بيرنج، وده الفرق ما بينهم يعني. دي الانواع كلها مرتبه بعد ايه، احنا قلنا دي بروف بول بيرنج، ده السنجل رو، ده الدبل رو يعني، ده يشيل راديال بس راديال بس واكسيال خف قوي، ده بيشيل راديال مع اكسيال تمام بس في اتجاه واحد، ده راديال مع اكسيال في اتجاهين، وطبعا الراديال كمان زاد شويه لان عندي صفين، لكن العيب بتاعه انه طبعا سعره هيبقى اعلى، لكن مع السعر الاعلى كمان الحجم بتاعه اكبر. تمام، فده بيشيل راديال كبير بس امبيريكال، ده على فكره بيشيل راديال
برضه كبير اللي هو النادر عندنا ده مش علينا يعني، بس نبص عليه بصة كده سريعة في التشيك. إيه الأشكال عندنا؟ دي أشكال كلها رولينج بيرنج، وده ثراست بيرنج بنفس الترتيبة بتاعتها. يعني ده نوع تاني ممكن نبص عليه، بس يعني صعب في التركيب بتاعه. الكيجز دي احنا بنستخدمها بس عشان ترتب البولز، فدي برضو نظري يعني مجرد بس العلم شيء، لا اشكال كتير يعني. البيرنج هاوسنج، احنا بنتكلم على الجزء كل كلامنا على البيرنج ده، لكن البيرنج ده بيركب في هاوسنج. الهاوسنج ده الجسم الثابت او الفريم اللي احنا بنتكلم عليه، وده بيصنع ويباع في بعض الاحيان مع البيرنج تمام. وطبعا البيرنج في ساعات بيحط عليه كوفر. طبعا الرولينج بيرنج بيبقى فيه شويه زيت او حاجه صغيرين بلت ان جواه عشان يقلل فريكشن، وبتحط عليه كوفر عشان مثلا الاتربه والحاجات دي والمسامير ما يبقاش يعني كده معرض للعوامل الجويه. فده يعني احنا ناخد دي رسمه الشيت بتاع الاسبوع ده او اللوحه، فاحنا نبقى نبص عليها بالتفصيل يعني. لما نروح نشتري بيرنج، يعني تخيل انت رحت كاريكي تغير الرومان البالي بتاع العربية بتاعتك تمام، فبتمسك البالية القديمة، هما بيقولوا عليها بالية يعني، اللي هو الرومان البالي أو الرولينج بيرنج بتاعك، وتروح تشتري واحد جديد عشان يركبه لك مكانه. فبيبقى مكتوب فيه رقم تمام، فيه رقم على البيرنج نفسه، الرقم ده اللي بتشتري بيه البيرنج، رقم كده زي كود زي ده يعني تمام. فكل رقم من دول بيبقى ثابت. يعني احنا هنا مثلا ده نوع البيرنج، نوع من الانواع اللي فاتت. الرقم اللي بعده لو من الشمال لليمين، يعني الرقم اللي بعده ده السيريز بتاعه، ده الرقم الشافت بيبقى ستاندر في يعني الخمسه دي بتنضرب في سكيل فاكتور، يعني خمسه مثلا في سكيل فاكتور بتاع خمسه ب 25 مللي الدايمتر، السيلينج اللي هو عشان التسريب، الكليرنس تمام. فيبقى الارقام دي كل رقم بيرفير لحاجه، يعني دي نظري برضو ليك مجرد ليك. لما تبص كده على اي بيرنج سواء في مصنع في العربيه بتاعتك في اي حاجه، يبقى في ارقام كده مكتوبه، الارقام دي لها معنى عشان تروح تجيب، سواء بقى البيرنج بتاعك صيني سواء كان الماني زي ياباني، كل الارقام دي ثابته لكل الانواع تمام. بتروح تبدل وتجيب، لازم تجيبوا نفس الايه الرقم. يعني مثلا هنا ستة دي اهوت، فانت بتدخل في جدول زي كده، ستة ده يبقى سنجل رو دي بيرنج، فده النوع بتاعك مثلا. اللي بعده التلاتة دي البيرنج سيريز بتاعتها، تدخل تلاتة ده معناه الميديوم واللود اللي هو ممكن يشيله، خمسة ده الديامتر، فاحنا ندخل خمسة تضرب في سكيل فاكتور خمسة، خمسة يبقى 25 مللي متر وهكذا. زاد دي السيلينج بتاعنا عشان التسريب، ما يبقاش فيه تسريب للزيت اللي احنا حاطينه عشان يقلل الفريكشن شويه. سي 3 ده الكليرنس، فالكليرنس بتاعه بتبقى حاجات صغيره جدا، ارقام قليله جدا الكليرنس بتاعنا. فلما تيجي تبص على الرقم بتاعك تقدر تحدد كل الحاجات دي. بس حاجه كده مجرد عشان لما نشوف لوحه، فاحنا هنبص يعني مثلا ده التركيب عشان تثبت هنا، يعني ما يطلعش من هنا ومن هنا، ده نوع بيرنج وده نوع تاني، يبقى جروف بول بيرنج اهوت، وده اللي هو سيلندريكال. لما تيجي تبص هنا ركبناهم بقى جوه رسمه كبيره او ده، فده كده بيرنج اهوت، في نوع بيرنج اهوت وفي نوع بيرنج اهوت وفي نوع بيرنج اهوت. يمكن لو احنا عملنا زوم ان هنا هتلاقي في سبرينج بس صغير مش باين، يعني حاجه زي ال يعني حاجات شبه الكلاتش والبريك والحاجات دي، بيبقى داخل فيها الحاجات دي كلها، بيبقى فيه بيرنج بيبقى فيه سبرينج يعني. فدي الرسمه يعني مجرد بس نوضح الحاجات دي. طبعا لما نيجي نركب بنركب بناخد المقاسات بتاع الشافت والشولدر اللي بيبقى موجود في الشافت، عشان الانر رينج دي الديامتر او الفتحه اللي جوه الانر رينج دي بيتحط فيها الشافت بيركب فيها يعني، وعشان البيرنج بيبقى من بره متثبت كده في حاجه عشان يقدر يشيل اكسيال لود او يتثبت ما يفكش مننا. الحاجات دي بتبقى متقاسه بدقه كبيره جدا، ناخد بالنا يعني. يعني في تطبيقات كتيرة جدا ممكن تشوفها، يعني دي حاجات بقى ايه البيرنج بيبقى فيها كبير يعني احجام كبيرة جدا، شايفين كده يعني الراجل بالنسبة للبيرنج بتاعنا ضخم جدا. طبعا ده كده بتاعت ونش او حاجة بنشيله بيه، نشيل بيه البيرنج. التطبيقات الكبيرة جدا يعني احنا عندنا مثلا زي يعني اللي هي اللعبة دي او يعني بتبقى برضو على بيرنج، بتتحرك على بيرنج اكيد، شافت هنا اهوت وبتاع وده بيدور حواليه في الحاجات الضخمه. او لو احنا بنتكلم على شافت بتاعت جنريتور او شافت بتاع توربينه،
اللي هو مولد الكهربائي بتاعت محطات توليد الكهرباء الضخمه بتاعت الشافت، بيعدي 2 طن او 3 طن، فبيبقى متركب في الاخر على بيرنج. فاحنا بس كل الفكره ان احنا نقول ان احنا عندنا بيرنج بيبقى ضخم، في انواع كمان ما خدناهاش يعني ترابل او حاجه زي كده مثلا، لكن نعرف الفكره بتاعت المنصات البتروليه مثلا، بتلاقي حاجه زي كده منصه وبتبقى متركبه على العمود، العمود ده عشان المنصه تدور مثلا زوايا معينه فبتبقى متركبه على بيرنج، حاجه من الحاجات دي، وفي الحاله دي بتكون ضخم. يعني زي هنا بيتكلم ان هو مثلا 7.1 متر الديامتر، تمام، وبيشيل زي 14 طن. يعني بنتكلم ان في حاجات وسكيلز كبيره جدا. سلايدنج بيرنج، يمكن البيرنج ده مش من باب بس العلم بشيء، مش حكم في نظري، اللي هو مسميه جورنال افلويد فيلم بيرنج. وقبل ما ندخل فيه، في منه انواع كتير، في هيدروستاتيك، ده بيبقى جاي لي ضغط من بومب بره، عشان يعني هنا النوع ده اختصار او الفرق بينه وبين الانواع اللي فاتت كلها، ما بين الشافت احنا نركبه والفريم اللي بره الثابت، مش بنحط بولز، يعني ما فيش كور هي اللي بتقلل الفريكشن، لا احنا بنحط لوبريكانت. وفي العام بيكون اللوبريكانت ده اللي انا بستخدمه عشان زيت بيه، بيكون زيت يعني. فهو بيبقى الكومبوننتس اللي عندنا، يعني بيبقى فيه، ودي لوحه من اللوحه اللي هناخدها برضو الاسبوع دوت، الاسبوع الجاي يعني، خطوات دي عندي البيز بتاعتي، وفي كفر بتربط عليها، بنحط هنا البوش دي، بوش بنسميها جلبين، تمام، البوش اللي تحت والبوش اللي فوق نصين، بعدين نربط بمسامير يعني، تمام. فطبعا في الفراغ ده بعد ما جمعنا يعني، يكون هنا في الشافت بتاعنا متركب هنا، ودي فتحة فوق عشان ندخل فيها الزيت يعني. دي من الحاجات برضو يعني، ده البول بيرنج اللي بنقول عليه يعني، حاجة وقت واحنا رايحين نركبه، تمام. طبعا بيكون ضخم جدا، ده المكان اللي بندخل فيه الزيت، وده الشافت. طبعا في الرسومات بتاعتنا مش بنرسم الشافت، مش بندخله معانا، وده البيز، وده المكان بتاع المسامير يعني. برضو عشان نوضح نظرية التزييت أكتر يعني، لأنه حاجة شبيهة بدي قوي. الراجل ده هو بيتحرك عشان يقدر يتحرك، تمام. المية دي بتقوم يعني، الطبقات المية من تحت بتكون ثابتة يعني، تمام. الطبقة اللي فوق على السيرفيس بتاعت المية بتكون بالنسبة له كلوبريكانت، حاجة بتقلل الفريكشن ما بين السطح بتاعه اللي هو هيبقى متحرك، وما بين المية اللي تحت تكون ثابتة. طيب هل لو يعني البتاع اللي هو حاطط عليها رجليه دي أفقية ستريت هيقدر يتحرك؟ لا. ايه اللي بيحصل؟ المفروض لما المساحة دي بتتغير، دي ملامسة المية، فالسرعة اللي عندنا بتتغير، وبالتالي في زي الفريكشن فورس اللي عندنا بتكون مايلة، بتتحلل، بتعمل لي فورس نورمال فورس وتانجنشال فورس. النورمال فورس دي بتساعد ان هو بترفعه كده لفوق يعني، او بتشيله يعني، تمام. وبالتالي لو الجسم ده كده افقي ستريت، فمش هنقدر نعمل الفانكشن دي. عشان كده في الجورنال بيرنج اللي عندنا، طبعا شوفوا شويه في الحاله دي، لما نحط لوبريكانت زيت مثلا عشان يعمل الوظيفه دي، بان اكتر تحت يعني هنا مثلا، هو الجورنال بيرنج تاني بيبقى عندي، ده الاوتر سيرفيس او البوش يعني، بيبقى الشافت اللي هو باللون ابيض دوت، بيبقى فيه هنا اللوبريكانت او الزيت باللون الازرق، تمام. يعني احنا هنلاحظ ان الجاب اللي ما بين الشافت والبوش بتاعتنا او البيرنج بتاعنا بتكون مش ثابته يعني، عماله بتقل، بتضيق وبعدين ترجع تزيد تاني. ليه بقى؟ لان احنا لما بتيجي هنا، لما بتقل كده السرعه بتاعت ده بتتغير، فبالتالي بيقدر يولد لي بريشر، فالبريشر ده هو بيقدر يشيل الشافت ده لفوق، وفي نفس الوقت الزيت ده بيعمل وظيفه تانيه ان هو بيقلل الفريكشن اللي عندنا. فالتغيير في كروس سكشن اريا ده شبه اللي بيحصل هنا، انه بيسمح بقى بتغير السرعه وبيولد فورس، الفريكشن فورس، والفريكشن فورس دي لما نحللها تعمل لي نورمال فورس تشيل الراجل ده. الفكره توضح هنا اكتر. انا عندي جسم متحرك موفينج بليت وفيكسد بليت، جسم متحرك وجسم ثابت، فاحنا هنلاقي اللاير اللي فوق الملامسه للموفينج بليت بتاخد نفس سرعته، واللاير طبعا احنا المسافه اللي بينهم دي بتكون صغيره جدا، احنا بنعمل عليها زوم ان بس،
هنا السرعه تحت بتكون صغيره جدا، السرعه تقعد تزيد لحد ما توصل لفوق. كل ما يعني اللير دي وظيفتها ايه؟ بتقلل الفريكشن اللي عندنا ما بين الجسم ده والجسم ده، وبتسمح بيه الحركه. يعني ده الجورنال بيرنج اللي احنا بنتكلم عليه اهوت. تمام، هو التاني الكومبوننتس بتاعته البيز، وفي بوش وبوش تاني. تمام، وفي الكفر، وبنربط ده بمسامير طبعا. هنا في احنا بنتكلم على دي حاجه بنعمل بقى اللي بنسميها طبقين يعني او بلاج، عشان نشيلها نحط الزيت بتاعنا او نغير الزيت بتاعنا، وبعدين نقفل عشان ما يدخلش تربه فيه. هنا بنربط البوش اللي تحت دي، بنربطها هنا تمام في البيز عشان تثبت، لان ممكن تلف مع الشوفت. ليه بقى؟ لو لفت دي كده من مكانها، ده الاليفيشن بتاع، لو لف ده من مكانه الفتحه اللي بندخل منها الزيت لداخل البوش دي تتحرك مكانها، وبالتالي مش هنقدر ندخل الزيت، عشان كده بنثبته ببن او حاجه تحت تشوفها في الرسم. يعني الشركة يعني احنا الشركات او الستاندرد العالميه اس كي اف، ده اشهر مصنع للبيرنج. تمام، وبيعني عنده زي 90 مصنع، وده شركه امريكيه في ان اس كي ويابانيه وهكذا. دي الشركات المشهوره جدا اس كي اف وان اس كي، هتلاقي دول المصنعين الاساسيين للبيرنج اللي عندنا. يعني ده الكلام نظري وده مهم جدا، لكن انت لما بتيجي تسال على الرسومات دي، يعني حاجات سيبنا من الكلام النظري ده كله، ده ليك تتعلمه. بتسال اسئله ليها علاقه بالبول بيرنج او الرولينج بيرنج اللي احنا كنا بنتكلم عليه، والثراست بيرنج اللي في الاول ده هو. يعني تتساءل على حاجه زي دي، نديك مثلا الرسمه دي ونقول لك نوعه ايه، وترسم لنا حاجه شبه دي، وده اللي بتعمل فيه هاند سكتش. اتمنى يكون الكلام ده واضح ونركز فيه ان شاء الله. لو حد عنده اسئله طبعا عشان المحاضره اونلاين ممكن يسال ونرد عليه ان شاء الله. بالتوفيق.